ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم اخوكم بحر من قناة بحر تيوب وفيديو جديد يا جدعان، ومقارنة جديدة ما بين الجيوش. ومقارنة النهاردة بإذن الله هتكون ما بين جميع جيوش الدول العربية مقابل جميع جيوش دول الاتحاد الأوروبي. واخد بالك انت من الكلام؟ يعني منافسة شرسة. بصوا، انا النهاردة طالع لكم نفس الستايل بتاع الفيديو اللي فات، عشان ايه؟ حبيتوا انتوا البتاعة ديت وحسيتوا ان انا شخص عربي اكتر وكده، واخد بالك انت ازاي؟ المهم يا جدعان، قبل ما ابدا الفيديو دوت خليني اقول لكم ان المقارنه والحاجات دي والارقام دي كلها ان انا مش بجيبها من دماغي، بجيبها من موقع اسمه جلوبال فاير باور، واخد بالك انت ازاي؟ وده موقع يا جماعه بيقيم الجيوش وكل حاجه، يعني موقع عالمي برضو مش موقع تعبان. فيلا بينا نخش على المقارنه القويه الشرسه اللي معانا ديت. وقبل ما نخش ما تنسوش تعملوا لايك، وكمان ما تنسوش تحطوا اشتراك على القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلك اي اشعار بكل فيديو جديد بعمله عندي في القناه. يلا بينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندك الترتيب على مستوى العالم، عندك هنا على الجنب اهو كل دول الاتحاد الاوروبي، وهنا كل دول الوطن العربي. المجموع كل السكان عندنا 406 مليون مقابل 507 مليون للاتحاد الاوروبي، واخد بالك انت ازاي؟ يعني رقم لسه اهو على الهادي على الحنين، مش مفيش فرق شاسع ولا حاجه. الصالحين للخدمه عندنا 138 مقابل 169 سوري يا جماعه للاتحاد الاوروبي. كده بقى ابتدت ايه المقارنه بقى، وقله الادب والارقام اللي عاليه، يعني ايه تفوقهم علينا. سن الخدمه سنويا عندنا 6 مليون 939 الف، وهم عندهم 5 مليون 292 الف. طبعا احنا اعلى يا جماعه اهو في سن الخدمه السنويه. المجموع الكلي للجنود عندنا 4 مليون 385 ألف، وهم عندهم 3 مليون 437 ألف، يعني احنا برضو أعلى منهم اهوت في العدد الكلي للجنود. يعني عاش يا جماعة الدول العربية، عاش. العدد من الخدمة يا جدعان عندنا 2 مليون 402 ألف، وهم عندهم مليون 604 ألف، واخد بالك؟ يعني احنا برضو متفوقين يا جماعة عليهم في النقطة دي. عدد من الخدمة، عدد الاحتياطات يا جماعة عندنا 2 مليون و6 ألف، وهم عندهم مليون 653 ألف، برضو ما زلنا متفوقين يا جدعان، عاش. يا رب نفضل لحد كده لحد آخر المقارنة وربنا يسترها يا جدعان. اللهم صل على النبي. عندنا الدبابات القتالية، عندنا 18 ألف دبابة و470 ألف، لا 18 ألف دبابة بس و470، و6397 ألف ليه الاتحاد الاوروبي. انا مسقط ليه يا جدعان؟ في مالي؟ المدرعات القتاليه عندنا 49700 او نقول 800 799 مقابل 45948، برضو احنا اعلى يا جماعه، اعلى في المدرعات القتاليه واعلى في الحاجات اللي فاتت دي كلها. مدفعيات ذاتيه عندنا 3557، وهم عندهم 2350، برضه ما زلنا مكتسحين يا جماعه ومتفوقين عليهم في المقارنه لحد دلوقتي، يعني عاش عاش الدول العربيه. نيجي هنا بقى المدفعيات السحب، مدفعيات السحب يا جماعه عندنا 7685، وهم عندهم 300 سوري 3486، احنا برضه اعلى منهم لحد دلوقتي اهو. قاذفه صواريخ عندنا 3549، وهم عندهم 1103، يعني ما زلنا مكتسحين برضو في الصواريخ وفي الحاجات اللي فاتت برضو قبليها كلها. اللهم صل على النبي. مجموع القطع البحرية عندنا 1141، وهم عندهم 1543، هم هنا متفوقين في النقطة دي بتاعت القطع البحرية، لكن احنا اللي فات كله برضو عندنا متفوقين عنهم بكتير يعني، والفرق بيننا وبينهم مش كتير برضو. هنا حملة الطائرات عندنا 2 بس، منهم واحدة في مصر، هم عندهم 10، هم اعلى مننا بكتير. الفرقاطات عندنا 32، هم عندهم 108 فرقاطه. ده كده يا جماعه يعني في السلاح البحري هم افضل مننا لحد دلوقتي اهو، متفوقين علينا ما شاء الله. بالنسبه للغواصات، الغواصات هنا يا جماعه عندنا 11 غواصه، وهم عندهم 69 غواصه، مهتمين هم جدا بالسلاح البحري.
القوات البحرية وكده، مش زي أمريكا. أمريكا مهتمية بالطيارات أكتر، الطيارات عندنا 29 وهم عندهم 50، يعني برضو هم زي ما قلت لكم لحد دلوقتي متفوقين في الأسلحة البحرية أو القوات البحرية. القوات البحرية هنا عندنا 463 وهم عندهم 4510. لا كده هم حطوا علينا بصراحة، ما اقدرش اتكلم في حوار القوات البحرية ده يا جدعان. يا نهار اسود. نيجي هنا لزوارق الحراسة، عندنا 485 وهم عندهم 153. لا احنا هنا بقى متفوقين بقى، وهنا احنا اللي حاطين عليهم يا جدعان في زوارق الحراسة ديت. ايه رأيكم بقى؟ نيجي لسفن الغام. سفن الغام يا جماعة عندنا 204 وهم عندهم 148. كده احنا برضو متفقين عليهم في النقطة دي، بس يعني بيتزيد وتقل. يعني في الاول في النص الاول لحد دلوقتي كنا احنا متفوقين عليهم، دلوقتي اهو نيجي بقى ايه المجموع الكلي للطيران. عندنا 5213 وهم عندهم 6817، يعني فرق 1000، يعني مش برضو رقم، يعني مش بعيد يا جدعان، يعني في القريب، يعني في اللذيذ، واخد بالك؟ مش حاجه، مش رقم شاسع، يعني فرق شاسع. هنا ايه الطائرات المقاتله، عندنا طيارات مقاتلة 1259 وهم عندهم 1349، يعني الرينج برضو واخد بالك في نسبة وتناسب وبتاع، ما مش حكاية. يعني الطيارات الهجومية عندنا 1522 وهم عندهم 1704، ماشي برضو احنا في نفس الرينج، مش بعاد عن بعض، يعني في يعني لسه ما فيش فرق شاسع بيننا لحد دلوقتي في الطيران. طائرات النقل يا جماعة، لما صلى على النبي، عندنا 1853 وهم عندهم 3003، يعني لا هم هنا في طائرات النقل متفوقين، بس طائرات النقل يعني ما عايزين الحاجات اللي تخش تخلص يا جماعة على طول. طائرات التدريب عندنا 1443 وهم عندهم 1677، يعني فرق 200 او اقل برضو، يعني مش كتير، يعني هم متفوقين في النقطه دي، بس مش متفوقين بنسبه كبيره قوي. يعني عندك مجموع طيارات الهليكوبتر عندنا 2026 وهم عندهم 2925، يعني قول 3000 عندهم. يعني ماشي متفوقين هم عندنا في طيارات الهليكوبتر ديت، يعني عاش عاش الاتحاد الاوروبي يا جماعه، يعني شوف اللي هنا عاش يعني نقول له عاش. طيارات الهليكوبتر الهجومية عندنا 447 وهم عندهم 307. لا هنا بقى عاش بقى الدول العربية، عاش بقى احنا يا جدعان، عاش الدول العربية كلها، يعني متفوقين عليهم في طيارات الهليكوبتر الهجومية. انما الطيارات التانية تبقى استطلاع حاجات كده تعبانة، فاهم انت ازاي؟ احنا يا جماعة بنخش على التقيل على طول، احنا بنخلص. المطارات القابلة للخدمة عندنا 1047 وهم عندهم 2985، واخد بالك؟ متفوقين، هم عندهم مطارات كتير يعني وكده. نيجي بقى للفلوس بقى جابها والدولارات بقى وعد، واخد بالك؟ ميزانية الدفاع عندنا 122 مليار 706 مليون وهم عندهم 227 مليار و738 مليون، يعني اعلى مننا كتير يا جماعة في ميزانية الدفاع. بيصرفوا للذين دولارات بقى وبتاع. هم قيمة الأصول عندنا 104 مليار و741 مليون وهم عندهم 105 مليار، يعني هم اعلى مننا بحاجه، يعني فرق تعبان، يعني مش رقم كبير، واخد بالك؟ عندك هنا الدين الخارجي للدول العربيه وهم الاتحاد الاوروبي عندنا 453 مليار وهم، يعني انا مش شايف الرقم بصراحه، بس يعني قشطه يعني، واخد بالك؟ الدين الخارجي يا جدعان وكده، واخد بالك؟ خلصت كده المقارنه اهيت، ويعني زي ما انت شفت يعني المقارنة، هم أعلى مننا في القوات البحرية وفي الطيران برضو أعلى مننا، بس مش فرق كبير. هم بصراحة فارقين عننا يا جماعة في القوات البحرية، في فرق شاسع بيننا وبينهم في الأرقام، في القوات البحرية الغواصات والفرقاطات والسفن والحاجات دي كلها هم معديننا بكتير بصراحة، يعني المقارنة مش هنقدر نكذب. وبالنسبة للطيران برضو يعني معديننا، بس مش قوي، اللي هو فرق بيننا حاجة أرقام بسيطة جدا، يعني يعتبر في نفس الرينج برضه بتاعهم، مش بعيد. إنما بالنسبة للأسلحة اللي فاتت دي كلها فإحنا أعلى منهم بكتير، ويعني بجد ما شاء الله علينا يا جدعان، إحنا كعرب يعني إيد واحدة هنفشخ أي حد. بس إحنا نتحد بس يا جدعان كده، ونبقى فعلا قوة واحدة، ونبقى وطن واحد، ونبقى جيش واحد فعلا،
يعني بجد والله العظيم يا بصوا، يعني مش عارف اقول لكم ايه والله، هنبقى حاجه عظيمه جدا، هنبقى قوه عظمى، هنغلب اي حد. اتمنى ذلك، واتمنى ان ده يحصل، ومفيش حاجه بعيده عن ربنا. يعني احلم احلم يا عم، وايه المشكله؟ ممكن يتحقق يا عالم يا عالم، بكره في ايه؟ طيب يا جدعان، وبكده يكون خلص الفيديو النهارده، وخلص المقارنه عن النهارده. اتمنى يكون عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسوش اللايك، لايك 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 يا جدعان. ما بشوفش لايكات منكم كتير ليه يا جدعان؟ عايزكم بصوا، يعني عايز اوصل لارقام كده حلوه في اللايكات وبتاع، والاشتراكات برضو انزلوا يا جماعه اشتركوا لو انتم مش مشتركين، ولو انتم متابعيني ومش مشتركين برضو اشتركوا، ولو انتم جداد اشتركوا، ايا كان بقى انت قديم او جديد. بعد ما اشترك شغل الجرس، فعل زر الجرس اللي هيظهر لك، واخد بالك، بعد ما تشترك، وعلشان بس يوصل لك اي اشعار بكل فيديو جديد بنزله عندي في القناه. وانا مدلعكم يعني، يعني الفتره اللي فاتت عمال كل يوم انزل لكم فيديو وبتاع، ومروق عليكم جامد يعني، فدلعوني انتوا كمان كده وروقوا عليا. على العموم يا جدعان، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وان شاء الله هيكون قريب مش بعيد. وكان معكم اخوكم بحر من قناه بحر تيوب، والسلام عليكم.